بعد أسبوع فقط على إعلان تطبيق واتساب اللي تابع لشركة فيسبوك بتغيير السياسة الخصوصية ديالو بشأن المستخدمين، فقد الملايين والملايين من المستخدمين هذا التطبيق، ورغم الإعلانات والتفسيرات والتبريرات اللي قدمها بشأن هذا التغيير السياسة الخصوصية، إلا أن في الأيام الأخيرة إلا كتزاد واحد الهجرة بشكل كبير لمواقع وتطبيقات أخرى. الناس ما بقاوش واضعين الثقة ديالهم في هذا التطبيق بحكم أنه كيمس أمور اللي هي خاصة بهم، وبداو كيقلبوا على تطبيقات جديدة. وفي الوقت اللي عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق واتساب وفيسبوك واللي كيلقاو واحد الراحة نفسية، وهما كيتقاسموا مجموعة من الصور والأخبار وكل الأحداث اللي كيعيشوها بشكل يومي مع أصدقائهم وأفراد العائلة ديالهم، واللي استثمروا بشكل كبير في هواتف ذكية واللي في هوت غام باش أنهم يقدروا يحميوا الخصوصيات ديالهم. وكيف ما كتشوفوا كنلقاو باش أنك تفتح هاتف كيف ما كان النوع ديالو خاصة من هذا الجيل الأخير، إلا كتعتمد على البصمة أو ملامح الوجه أو دشامة اللي هي معقدة جدا، ولكن في الأخير كيكتشفوا بلي أن هذا الشيء كامل ما كيصلح للوالو. علاش؟ لأن هذه التطبيقات المتعلقة بالواتساب واللي تابعة لشركة فيسبوك فهي كتفرض عليك باش أنك تقبل أنها تستعمل كل ما يتعلق بالخصوصية ديالك، سواء تعلق الأمر بالأدريس إي بي ديالك، بالأرقام الهواتف، بالاسم العائلي، الاسم الشخصي، تاريخ الازدياد، الميولات ديالك الرياضية، وحتى أشنو كتبغي في النوع ديال المنتوجات المتعلقة بالملابس، وكل شيء كيمس الخصوصية ديالك. وبالتالي الناس بدات فعلا كتحس بالخطر ولات كتقلب على تطبيقات جديدة. من بينهم هاد التطبيقات كاين تيليجرام وكاين هاد التطبيق تاعو. هاد التطبيقات من المميزات ديالهم انهم كيعتمدوا فقط على رقم الهاتف، ولكن كل ما يتعلق بالادريس اي بي، كل ما يتعلق بالكابتشور ديكون ديال لا ديسكوسيون اللي كتكون ديزا ما بين المرسل ما بين الشخص اللي كيتحدث معاه، فهذه غير ممكنه اطلاقا. هذه من جهه اللي صغيره فقط، وحتى المتعلقه بالتصور والخصوصيه اللي كتكون في التليفون ديالك فهي ما كتتمش. وهذه الامور اللي خلى تقريبا عدد المشتركين اللي محدد بجوج المليار في الواتساب بداو كيمشيو يوم بعد يوم لهذه التطبيقين اللي ذكرنا من قبل، واللي كيبلغ حاليا العدد ديال المشتركين فيهم 12 مليون في تيليجرام وازيد من عشرات الملايين سيجنال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.